بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 33 بعد 200. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: من نفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان والإسلام فلا بد أن يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضها. ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ونفاق. قال أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق بن أبي المقدام عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة عن المنافق، قال: الذي لا يعرف الإسلام ولا يعمل به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح وذلك قلب المنافق، وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلب. وقد روي مرفوعا، وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فقد كانوا قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب، فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. وروى عبد الله بن المبارك عن عوف بن أبي جميلة عن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد هذا القلب بياضا، حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله. وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سوادا، حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب. وإيم الله، لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود. قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. رواه أحمد وغيره. وهذا كثير عن السلف، يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق، والكتاب والسنة يدلان على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شعب الإيمان وذكر شعب النفاق، وقال: من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان، ولهذا قال: ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وأن من كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. وعلى هذا فقوله للأعراب: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، النفي حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم، ولا يمنع أن يكون معهم شعبة منه، كما نفاه عن الزاني والسارق ومن لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ومن لا يأمن جاره بوائقه، وغير ذلك كما تقدم ذكره. فإن في القرآن والحديث ممن نفي عنه الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير، وحينئذ فنقول: من قال من السلف أسلمنا أي استسلمنا خوف السيف، وقول من قال هو الإسلام، الجميع صحيح، فإن هذا إنما أراد الدخول في الإسلام، والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون، فيدخل فيه من كان في قلبه إيمان ونفاق. قد علم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود، فهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار.
ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم ولم يخافوا التكذيب لله ورسوله، فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقينا. وهذا مستند من قال أنا مؤمن حقا، فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم. ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق، بل لا بد من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة كما تقدم. فحب الله ورسوله من الإيمان، وحب ما أمر الله به وبغض ما نهى عنه هذا من أخص الأمور بالإيمان. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فهذا يحب الحسنة ويفرح بها ويبغض السيئة ويسوءه فعلها وإن فعلها بشهوة غالبة. وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان. ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل، فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي لم يغلبها لم يزني. ولهذا قال عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزني، وإنما يزني لخلوه من ذلك. وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه، لم ينزع منه نفس التصديق. ولهذا قيل هو مسلم وليس بمؤمن، فإن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون مصدقا وإلا كان منافقا. لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة، مثل كمال محبة الله ورسوله ومثل خشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه، بل يكون الرجل مصدقا بما جاء به الرسول وهو مع ذلك يرائي بأعماله، ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله. قد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة براءة، فقيل لهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية. وبهذا تختم هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.